بس نحن أنت عنا رقصت بمجتمعاتنا لتدمر على مثل كل حال، على كل حال أنت رقصت طبعا انا لتدمر رقصت وهو انا كليب رقصت شهير لأنقاض صحيح تدمر. انا طلعت على مسرح تدمر لما كانت داعش جواتها، هذا المسرح اللي عدموا عليه العالم انا طلعت عليه بعد بشهر. شو شعرت؟ فانا اللي انا كانت يعني وقت طلعت على تدمر عم بتقول المسرح مطرح ما أعدم الناس داعش بمسرح تدمر، ماذا شعرت وأنت هذا ترقص؟ المسرح هذا المسرح من تاريخ أجدادنا هو مسرح للفن وليس للإعدامات، لأنه بلد من دون فن ومن دون ثقافة ليش لنحارب مشان؟ نحن كفنانين نحن مسؤوليتنا تجاه بلادنا إنه نحن نخلي ثقافتنا حية، نخلي ثقافتنا عايشة. إن كنا ممثلين أو كنا رسامين أو كنا مطربين أو موسيقيين أو حتى راقصين، نحن هدفنا إنه نحمي ثقافتنا، لأنه بلد بلا ثقافة لا ما وبلا بعرف فن ليش بدنا طبعا نحارب إن شاء الله. طبعا.